من اسبريسو لاب الى فيا لاند وختمناها الجوله في مطعم ايطالي. هذه جولتنا لليوم يا صديق. اليوم بنعرفك على مكان اسبريسو لاب، من اكثر الاماكن اللي عشقتها في اسطنبول، لان الفكره اللي عندهم جميله وممتازه يا صاحبي. انت لما تخش للمكان هذا عندك حاجتين، يا بتشرب قهوه يا بتاكل حلويات، وزيد عليها بان الفيو لبعض المواقع جميل جدا. فتقعميزتك وجيتك للمكان هذا محدده معروفه لشين قهوه او كيكات او ماكولات سريعه جاف، وفي بعض الفروع تحصل اطلالات زي هذه. فاوريدي يا عزيزي، الهوت شوكليت والكيكات والاجواء هذه وتقعميزة على إطلالة هذه شيء يريح القلب بعد الإذكار الديني. فيا عزيزي، لو في حد جاب الفكرة هذه لليبيا أو بيجيبها، أنا حندخلها للبلاد، لأن من كتر ما عشقت الفكرة أو حبيت الجو بتاع المكان تمنيت نكون مالك لمكان زي هذا، واللي عند الله مش بعيد. ومن هنا بنفتح رحلة لمكان تاني. وين يا أيوب؟ لفيا لاند، اللي هو مجمع في فندق وفي مركز تسويق ومجموعة مطاعم ومعهم مدينة ترفيهية، حقيقة كموقع وإطلالة جميل جدا. وفي مركز التسويق نفسه في بعض الأمور الترفيهية، لعبة تافهة حاشا المستمعين. طبعا أنا واخد تيكت في ثلاثة أماكن تخش، فكان التيكت الثاني لسفاري ودخلنا لسفاري. وين يا حبيبي؟ اللي بتلقى فيه مجموعة من التعابين ومجموعة من الزواحف. أهو أول مرة نشبح نشامخ هيك، أما هذا ما شفت فيه إلا طنجرة مكرونة وشوية. وكملنا الدورة بين عقارب وعناكب وتختم على الممر المائي هذا. أهو بتلقوا المهف هذا وبتلقوا الحنين هذا. أهو يا آدم، كان في حفرة برديم شن يدير هنا؟ أول مرة نشبح قرد ضربات الكآبة في حياتي. فكانت جولة غير موفقة. طلعنا وكملنا الجولة التسويقية اللي في المول لين وصلنا للجناح اللي فيه مجموعة من المطاعم. قصدي نقول لك حاجة، مش حتعرف منهم هالبماي. بالنسبة للديكورات والدقاميز نشهد بالله خادمين عليها البلترة. وكان ما بينهم اختيار برجر يلم اللي على أساس من الأماكن المشكورة. واخد بالك من اللقطة الجميلة هذه؟ الصوص متاعك انت تدير إضافة بوح. لو بنهدرزوا على شكل في اتفاق مزدوي، أما لو بنهدرزوا على مذاق لا تتعدى مستوى الجيد حقيقة يعني، وما هياش حاجة الليفل اللي تتبنى. باي خلونا نكمل ونشوفوا باقي الأجواء في المكان. إطلالة جميلة مع مكان مشرح عندك نية الدرجة الحبل هذا وتنزل نزول. أما الكافيهات على أشكال وأنواع، على شن أنت يخطر في بالك وشن تجيك النية. ركبنا وصلنا للدور الأخير اللي هو فيه المكان الترفيهي واللي هو جو ديزني. حقيقة أجواء جميلة جدا وإطلالة رائعة، بس للأسف أنا وصلت بعد الساعة 6 وهم الساعة 6 آخر وقت لي. وين بها؟ خلي نشحط فيت دماغ ونقول ولا عليك رهبة يا غالية. وفي مطعم إيطالي قالوا إنه باهي، وأنا ماشي في الطريق في واحد بيجتاز من اليمين وأنا كنت بناخد يمين واضحة، فحقيقة شبحت لقيتها راقية على المادة، جت البوليس ومشت لهم. وهذا المطعم الإيطالي مقيولة من زمان، الربيع من فم الباب يبان. وهذه هي أجواء المكان، كان زحمة جدا، أما الديكوريشن اللي عنده أجواء إيطالية حقيقة. ومن ضمن المقبلات يقدموا لك خبزة وزيت زيت. يوهك على الجواك. وشن طلبت معاها مقبل؟ طلبت معاها البوراتا واللي هي جبنة إيطالية مصنوعة من حليب بقرن ومخلطة جبنة موتزاريلا ومعاها قشطة، والمذاق اللي فيها ناعم جدا، بأمانة كانت خيار موفق. وكملنا من المقبلات وخشينا على الطبق الرئيسي، طلبت مكرونة بيف راجو. آه يا صاحبي على البنا. وعلى مذاق المكرونة والتميز اللي في المذاق المكرونة، وجاية معها قطعة لحم مفروض، واللمسة اللي حطيتها جبنة البرمجان. وبعدها حطينا الباستا على جنب وخشينا على المارغريتا على البيتزا الحقانية الإيطالية. المطعم بجديات يا جماعة الخير، اللي أعطيه فيه كلمة وقال إنه جميل فعلا. مذاق للبيتزا استثنائي بجديات. ومع البيتزا طلبت بخاطة دجاج هادم بها. طبعا من ضمن المطعم والإتيكيت اللي في المطعم يقدموا لك تقديم كامل، فبالخدمات وحريص جدا بإنك أنت تاخذ حاجة منظمة. فخضة الدجاج هذه غريبة، فخضة طيبتها غريبة، اللحمة من داخل حمراء لكن هي طيبة. مش هنا الموضوع، هنا الكريمة هذه شيني يا صديقي؟ الكريمة هذه تطعمت فيها الكاستارد، والله العظيم يعني كاستارد مع كريمة طبق. وفي حاجة تانية ضايفينها لها حلة الجو، أنا والله اندمت إني خديتها آخر حاجة. الحمد لله، اللهم لك الحمد، نعمة كريم، هذا الحساب متاعي كان. وفي الأجواء الحنينة هذه والمطر اللي تبشبش، نحب نقول لكم مشاهدة ممتعة للجميع، وشكرا وبارك الله فيكم، وسامحونا خدينا من وقتكم، والسلام عليكم.